من قناة فوزية هولندا كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفلوغ اليوم من مدينة فاس، والطريق اللي غادي تمشيو معايا للمدينة القديمة غادي تكون من باب القيسة أو لا دار باب القيسة أو لا رياض السقالة. من ثم غادي تدخلوا معايا للمدينة القديمة وغادي نوريكم بعض شوارع أو الأزقة ديال المدينة القديمة وكذلك بعض الحرفيين. فنتمنى الفلوق دي اليوم يكون نال إعجاب ديالكم وتزوروا أو لا تكتشفوا معايا مدينة فاس كيف ما قلت لكم سابقا، ومن طريق مختصرة للمدينة القديمة طريق كنعبروا عليه بها بوجلود. فهذا المكان هو باب بوجلود وكذلك حتى كنوصلوا الباب القيسة، يعني طريق اخرى من غير الطريق المعتاده اللي كنمشيو لها دائما عبر الرصيف. فنتمنى تكملوا الفلوق حتى للنهايه وينال الاعجاب ديالكم. يلا فرجه ممتعه. وهذه هي الدخله ديال المدينه القديمه كيف ما كتشاهدوا مكتوب باب القيسه ورياض السقاله. هذه هي الدخله كيف ما كتشوفوا من جميع الجوانب. على حسب ما أريد.
فين هو الثوب اللي كيبان؟ واه وكيتي اوكي برافو. شنو سميت هاد الثوب؟ هذا السوسدي. السوسدي تصلى على النبي، السوسدي الفري ماشي السوسدي مزيان. وبشحال المتر؟ 400 درهم الكوب. التفصيله التفصيله 400 درهم هي 3 على 2 8000 ريال. 8000 تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكدير الألوان؟ الألوان موجود، الألوانات كلهم اللي بغيناهم كاينين. كاين موجود. شكرا بزاف.
شكرا.